السلام عليكم، أجي نهضر شي شوية على التحرش وعلى السفارة وما قرب إليها من قول وعمل. ما من مسلم عاقل حكيم بالغ إلا وسيكون له موقف ضد التحرش، لأن غيعرف عنده مو عنده أخته عنده بنته عنده خالته ما غيبغيش يتحرش ليهم بهم في الزنقة، فبالتالي ما كاينش حلال عليا وحرام عليكم. كيف ما غنبغيش اللي يتحرش بالمحارم ديالي، ما خصنيش نسمح لنفسي اني نتحرش بمحارم الناس بنات الناس. مزيان، اذا العاقل له موقف من التحرش، حنا ضد التحرش دي ما فيش تخرشيش لانه حرام اصلا و ذارعة الى الفساد وكذا وكذا، يقدر يوقع فيه الواحد، لكن راه خصك تعرف بانه لا يجوز، انه حرام وانه ما خصوش يكون لانه يخالف الاصول، يخالف الاخلاق، يخالف دماثات الاخلاق، يخالف التربية وثلاث نقاط حذف، كتب اللي بغيتي. لكن يقدر يوقع ان المرأة الام ديالك مثلا تكون مستورة، تكون منقبة كاع، ويتحرش باش واحد في الزنقة، هذا قد يقع، لكن يقع من المرضى وقل ما يقع، نادرا جدا ما يقع، الا اذا كان الواحد اذا كان احدهم مريضا مرضا جنسيا ومرضا نفسيا، بحال اللي كينعس مع البهاين، بحال اللي كيتغطس بالدراري الصغار. فاللي غيتحرش بمنقبة او بمستورة فهو مريض. لكن انك تعتبري ان حيت كاين هذاك المريض نجي حتى انا نتعرى في الزنقه ونبدا نقول ليش تحرشوا بيا، لا، هذا كلام يعني يخالف المنطق، يخالف العقل، هذا كلام ماشي لوجيك. لان الله عز وجل حين خلق الرجل والمراه جعل الرجل يميل الى المراه والمراه تميل الى الرجل، وجعل اشياء في الرجل تحبها المراه كتشها من خلالها الرجل، وجعل في المراه اشياء من خلالها كتشها الرجل المرأة. هذه فطرة لا مبدل لها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك إذا أراد أحدكم أن يخطب أو إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ملي كتخطب عندك الحق تشوف شي حوايج اللي مقبولين، يعني حسب قول جمهور أهل العلماء، تشوف شي حوايج التي تدعوك الى ان تتزوج فلان. مثلا واحد الراجل ما يبغيش مرأة تكون ودنها مقلشين، من حقه انه يطالبها ان تحيد الزيف من شي خطبه باش يشوف واش ودنها مقلشين ولا لا. نفس الشيء من حقه انه يشوف واش رجليها مزغبين ولا لا، الا كانوا رجليها مزغبين ما باغيش يتزوج بها هو، من حقه انه يطالب يشوف واش رجليها مزغبين ولا لا. المرأة كذلك نفس الشيء، لها ما للرجل وعليها ما على الرجل. نساء شقائق رجالي في الأحكام، واحد المرأة ما تقبلش تزوج أو واحد الرجل اللي هو ملط، من حقها تقول لها فلان واش عندك زغب في صدرك، إلا ما عندكش ما غاديش نتزوج بيك، من حقها. إذا هناك أشياء معينة تدعو الرجل إلى أن يميل إلى المرأة، وتدعو المرأة إلى أن يميل أن تميل إلى الرجل. لحد الان حنا متفقين. فكجنتية عارفه باللي الشباب مقصحين، واحد باغي يتزوج، كاينه شهوه جنسيه متجدده ما كتقعداش، فطره في الانسان، فباغي يتزوج، ما عنده المهر، ما عنده فلوس المهر، ما عنده الدار، ما عنده الطوموبيل، ما عنده باش يشري ليكوش، ما عنده، الزواج صعاب، ما قدرش يتزوج، كيدحل فيسبوك تلقى العرا، كيدحل في انستغرام تلقى العرا، كيحل يوتيوب تلقى العرا، كيمشي للزنقه كيلقاك انت معريه. فملي كيلقاك كنتي عريه، شتي اول حاجه كتبادر الذهن ديالو ان هذه لما تعرات هي تعرات على قبلي باش انا نمشي عندها، لان هذا هو المفهوم الوحيد، هذا هو الشيء الوحيد اللي كيتفهم من ان المراه غادي معريه في الزنقه ولا غادي مكروزه. كتقول ليها فلان داكشي اللي كيعجبك ها هو عندي، بحال هاز البوق كتقول انا عندي احسن ما كاين في السوق، ها هو داكشي اللي يعجبك ها هو عندي، اجي خود. هذا هو المعنى الوحيد ديال التعري وديال ان البنت تلبس مزير في الزنقه. فما كاين شي واحد اللي غادي يقول لك، ما يمكنش تقول لك باللي حقا لابس هاد الشيء على قبل راسي، لا، ملي كتلبس على قبل راسك كتلبس في الدار، ما كاينش شي واحد كيلبس على قبل راسو في الزنقه، كتلبس على قبل راسو كتلبس حتى على قبل الناس، والا ما كنتيش تخرج الزنقه باحسن ما عندك. الواحد لاباس عليه وكيخرج بحوايج مقطعين، لا، كيخرج بحوايج زوينين باش يبان في عيون الناس زوينين، ولكن في الدار كلنا عندنا واحد السليب اللي مخرز من هنا، وعندنا واحد السروال اللي لاستيك ديالو محلول، ملي كتكون غادي في الدار كتشادو باش ما يطيحش، او لا عندنا واحد
قشيره مثقوبه كتلبسها مره مره، ولكن ما كتخرج بهم في الزنقه ملي كتكون معروض كتلبس احسن ما عندك. اذا ما كتلبش الحوايج المظهر ديالك على قبلك وانما تاع على قبل الناس، فملي كنخرج انا كنبين واحد المظهر معين راه كيعطي واحد الايحاء للناس، كيعطي واحد الصوره للناس. انا خرجت معريه، اذا كنعطي للناس كنعطي للشباب الحق بانهم يقربوا ليا. انا حليت لهم الباب ولا سديت الباب، ما كانوش يقربوا ليا. فانا ملي غتلبسي انت حاجه معريه راه واحد ساوي الفطره راه غيميل ليك، غيتحرش بك الا اذا كان كيتقي الله، او الا اذا كان تفكر باللي عنده مو عنده اختو عنده بنتو ما غيبغيش يتحرش بهم، فبالتالي ما غيتحرش بك. والا فانت كديري علاش انه يتحرش بك من الاول؟ ما ديريش علاش، ماشي حتى تلبسي معريه ويجي واحد يتحرش بك وتبدا تصفري. من الاول ما ديريش علاش تصفري، من الاول لبسي حاجه مستوره، ما كاينش غيقرب لك الا اذا كان مريض كما قلت من قبل. اما سوي الفطره غيميل لك الا اذا كان كيخاف الله او تذكر بان عنده واحد البنت في الدار اللي هي من المحارم ديالو ما غيبغيش يتحرش لي بها. فبالتالي انت ما ديريش علاش الواحد يتحرش بك وما غيتحرش بك حتى شي واحد. ثم واحد القضيه انا ما بغيتش تفهم ليا، كاينه عند بعض البنات ماشي عند كلشي، كتكون غاديه مع ريف زنقه كيجي واحد كيتحرش بها كتدفل عليه، كيمشي كيجي واحد اخر كيتحرش بها كتعطيه تليفون. انا كنشوف هادشي في الزنقه كلشي معروف. علاش؟ لان داك الاول خايب والثاني زوين. اذا انت ماشي ضد التحرش، وانما ضد التحرش الخايبين بك او ضد التحرش المزلوطين بك. فبالتالي هذاك الصفاره ملي غتصفري، واش غتصفري غير على الراجلين ولا على حتى اصحاب البهيم؟ هنا سؤال خصو يتطرح. انا ماشي كلشي بحال بحال، ولكن كاين البنات اللي بحالك خصهم يراجعوا هذه المساله دي قبل ما نبدا نقول اه نحن ضد التحرش. كوني انت بعدا ما تستفزيش الراجل حتى يتحرش بك، ومن تكوني ضد التحرش كوني ضد التحرش بصفه عامه، ماشي ضد التحرش المزلوطين والفقراء والخايبين.